رضا سليم يقطع الكرة اللي فاتت في نفس التوقيت بيلعب لقاء المقاولون والزمالك، كان متقدم المقاولين في الشوط الاول بهدف نظيف، لقاء ايضا مؤجل من اسبوع 19. ادي صديق اوجولا، اوجولا داخل منطقه الجزاء، اوجولا عبد المنعم يحطها للجندوسي يسجل هدف التعادل ويرفض الاحتفال، يسجل هدف التعادل ويرفض الاحتفال. احمد الجندوسي يسجل ثامن اهدافه هذا الموسم الدولي الجزائري اللي كانت بدايته في البيضه والكحله. تقارير قلت لحضراتكم ربطته بالشمال القطري، لكن الاسيست جاي من مين؟ جاي من صديق اوجولا. ادي الهفوه، وهنا الهجمه اتلعبت من الجبهه اليسرى، هجمه منظمه انطلق بيها بودي، تصطدم بمروان، تروح على طول لصديق اوجولا يحطها للجندوسي، لحظه خروج الشناوي يحطها بالقدم اليسرى لتاني مره يسجل الجندوسي في مرمى فريقه الاصلي، الفريق اللي هو معار من النادي الاهلي لسيراميكا كليوباترا، واحد النادي الاهلي واحد سيراميكا كليوباترا، هدف التعادل للدولي الجزائري احمد الجندوسي. احمد جندوسي يسجل هدف التعادل لمرمى في مرمى النادي الاهلي في الدقيقه 50. خمس دقائق احتاجهم سيراميكا كليوباترا عشان يرجع في النتيجه. ماتش حلو، ماتش حلو، هدف هنا وهدف هنا،